شعبان هل علينا هل علينا شعبان من علينا أنوار من علينا شعبان من علينا أنوار من علينا أعيان هاشمية أدوار ومن خلال حلقتنا نقدم لكم الكلمات والأصوات العذبة التي اعتادت دائما أن تكون على الموعد لخدمة أهل البيت عليهم السلام. ونحن بهذه الأيام المباركة ومقبلين على ولادة الإمام علي الأكبر عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام. ومن بعد التحية لكم أرحب بضيفيني الكريمين. من على يمينكم ملا ياسر الكربلائي، أهلا وسهلا بك ومتباركين بهذه الولادات الميمونة. أهلا وسهلا بكم أستاذ مصطفى حبيبي، توفقنا إن شاء الله الحمد لله والشكر في هذا اليوم بلقائكم ولقاء الأحبة المشاهدين، وأن أبارك لكم ذكرى ولادة الإمام الحسين وسيدي أبي الفضل العباس عليه السلام والإمام السجاد وسيدي علي الأكبر إن شاء الله، وسائلا الباري جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهلا وسهلا بك ونورتنا اليوم بكم. وأيضا أرحب بضيفي العزيز أمير البرماني ملا، أهلا وسهلا بك ونورتنا اليوم ومتباركين بهذه الولادات. أستاذ مصطفى الطيب، نهنئ مولانا صاحب العصر والزمان وراجعنا الأمام وشيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها بهذه الولادات العطرة، ولادات شهر شعبان المعظم، أعاده الله علينا وعليكم إن شاء الله وعلى شيعة أمير المؤمنين باليمن والبركات. أهلا وسهلا بك، نورتونا اليوم. طبعا من إيجابيات هذه المناسبات أنه اليوم نلتقي بكم إحنا طبعا. الله يحفظكم. الله يسلمكم. الله يبارك فيكم. تشرفنا بكم أستاذ. هواي إيجابيات بهذه المناسبات تخلي تأكيد أشبه بهذه أعياد، طبعا أعياد كبيرة إحنا نشوفها صحيح. عيد عظيم بلي بالتأكيد. شوف الألفة ابتدت، الابتسامة موجودة. الحمد لله. وإحنا يعني دائما نوضح أنه إحنا مو فقط حزن، يعني إحنا دائما نفرح لفرح أهل البيت. نعم. ونكون على هذا الخط بهذا المستوى. صح. نطبق حديث الإمام سلام الله عليه. نعم. يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. أكيد يعني شيعتنا شيعتنا خلقوا من فاضل طيناتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. يلا بما أنه إحنا اليوم وبهذه الفرحة، أنا اليوم أريد أبدي من عندك من ياسر. خدمتكم بخدمتكم إن شاء الله. إيش راح تسمعنا وعلى راحتك أنت منين ما تحب تبدي. إن شاء الله. شعبان عيد وهنا نور الهدى فيه انتشار، بالخير قد جئت لنا وبالمنى وبالظفار، فيك الحسين بن علي بنوره الكون ازدهار، وزين عباد الورى بصبره الدين انتصار، وفيك عباس له إشراقة مثل القمر، وأكبر النجل الهدى يسر من له نظار، كذلك النور الذي في النصف منه قد ظهر، بشراك قد أسعدتنا يا شهر شعبان الأغار، إذ فيك يا شهر المنى هل الإمام المنتظر، أكرم بهم من صفوة صافية من الكدار، إن كنت ترجو شافعا لذ بالميامين الغرار، بذكرهم وبحبهم نرجو نجاة من سقار، هنوا بهم خير الورى يا سادتي يا من حضار، هم ذلك الكهف الذي ننجو به من الخطر، قد أفلح العبد الذي صلى على خير.
البشر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذكرت لي احد الابيات ربطت الصبر بالامام السجاد عليه السلام. نعم نعم. شلون توصف هذا الصبر اللي قام به الامام السجاد؟ وهذا رساله طبعا بعثها لنا كنا. بالتاكيد صبر الامام السجاد عليه السلام من المعاجز بصراحه، يعني صبر الامام السجاد وصبر السيده زينب عليه السلام، لانه معجزة. شاف ما لا يتحمله اي بشر، بالتاكيد من المعاجز. شاف يعني مصائب كربلاء، احنا في يوم فرح ما نقدر نذكر المصائب، وشاف الام السبي وشاف العمات والاخوات، فهذا صبر ما يتحمل اي بشر. احسنت، سلام الله عليك سيدي. احسنت، الله يبارك بكم. الله الله يبارك. هامله ايش راح تجاوبنا؟ من راح تبدي حبيبي؟ نقول يعني دائما ابتدي لأمير المؤمنين سلام الله عليه أفضل الصلاة والسلام، باعتباره بعد هو أبو الأئمة طبعا وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اختيار موفق إن شاء الله. أقول الله يسلمك أستاذ مصطفى حبيبي. أقول حيدر علي بكل نصر شفة يدق لافته، حيدر علي بكل نصر شفة يدق لافتة وعيون خصمة تظليه بحقد لافتة لافتة، من يوم صاح الملك غير أبد لافتة لافتة، واللي يبغض المرتضى عن الذنب منجلة، وما يفيد صوم وصلى ما يلقى بد منجله منجله، ايش يحصد بعد يا عمل بيد انكسار منجله، محصول يوم الحشور نار الغضب لافت صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. هسه انت بديت بالامام علي عليه السلام، الله يعليك. انطينا ثانيه. خادم يقول موش على الورق اكتب بحلق الحوت قصيده وما خفت ينبلع مطلعها، والله موش على الورق انا اكتب بحلق الحوت قصيده وما خفت ينبلع مطلعها، قالوا تنبلع قلت لهم اتحدى طبعا، قالوا تنبلع والهواء ظهرك قلت لهم اتحدى، طلع منها يونس ما يطلعها يطلعها، انا الكاتب علي باول شطر ما خاف اطلع منها يونس ما يطلعها، اي سهل يا بالحسن سهل يا بالحسن، لو صعب شنسميك حازم، لو سمح لو كلها جامعها، بنفس شفك على الترقع فتوق الثوب، بنفيس بنفيس شفك على الترقع فتوق الثوب، علي تشيل الزلم بالقاع ترقع الأول يا علي، أول يا علي الواقف عدل يقراك بس المنقلوب يقراك رابعها صلوات. الله 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 صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد. طيب الله أنفاسكم. السلام الله عليكم. أشوف أكو هيام وأشغل الإمام علي سلام الله عليه. شو احكي لي عنه شويه؟ امير المؤمنين بدي احسك يعني رحت 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 بهذا العشق. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول يا علي لا يعرفك الا الله وانا، ولا يعرفني الا الله وانت. يعني من اكون انا لكي اتكلم عن امير المؤمنين؟ الحب هذا سلام الله عليه. اكيد هذا حب الفطره، هذا حب الفطره اكيد. لا عذب الله امي انها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. أحسنت، الله يبارك فيك. الله يسلم إن شاء الله. الله يكتبك من محبي وشيعته. اللهم آمين. مولا ياسر أنت هيامك وين يكون؟ أنا هيامي يم ابن علي.
يا الله الامام العباس عليه السلام يا الله. بعد احنا بعد مولى ياسر مرشد العتبة العباسية هم الحمد لله اللي غني عن التاريخ يا ياسر. الله يحفظكم الله يبارك فيك. شلون تنطيني فت كلمات توصف لي هذا الهيام بالامام العباس عليه السلام؟ العباس عليه السلام يعني عالم عالم اللي طب عالم العباس يهيم يعني العباس لانه هو الحسين عليه السلام سماه نفسي نفسي الحسين بعد الله الله هو نفس يعني مثل مقارنه بين علي ومحمد العباس والحسين. نعم نعم العباس كافي الفواطم كاشف كرب الحسين ساقي العطاشة قاضي الحوائج سلام يعني الله عليه يعني هيام العباس هيام. شلون توصف لي شعورك اول ما تدخل حضره الامام العباس؟ خشوع خشوع ورهبه والطب بعد انت اكو بعض اللي احنا مشاهد نشوفها بعض الافلام التاريخيه. نعم. بلي يعني هي طبعا ما توصل الى يعني مقام العباس عليه السلام لا ما توصل نسبه قليله بس انت لما تدخل الحرم وتتخيل هاي المشاهد فتصير بغير عالم بعد انت لانه بطوله العباس شهامه العباس غيره العباس موقف اللي أيه. العباس عليه السلام فالعباس عالم اخر واضح الهيام من عيونك. نسأل الله تعالى أن يحشرنا خدام العباس. هنيئاً لكم. هنيئاً لكم. بإذن الله. طيب هسه شو راح نسمع لك؟ نسمعك قصيدة العباس. يا الله. وسط العين ضمتها هو الروح سميتها. وسط العين ضمتها هو الروح سميتها. عباس راعي الغيرة عباس راعي الغيرة حبيت الكافل من صغري وصرت أهواه وكبرت وكبرت وي عمري قصت وياه ياهو المثل بلاية جفوفة شال الواه من نشتاق بنص عيوني دموع القاه بالدلال خليته هو الروح سميته عباس راعي الغيرة عباس راعي الغيرة قدم شفينا وضيعنا وظل وفاي لازم احنا نغير اسمه نسميه ماي ياهو بيوم المحشر شفه يصير فياي عباس ومجنون بحب قلوب هواي عنا جمات ظل صيته هو الروح سميته عباس راعي الغيرة عباس راعي الغيرة جرح الشوق اش ما أذاني ما أذي جرح ومن عباس الكافل ما داوي لو واحد رادي داويني ما خلي حتى من اشتاق لشفي انا اشتم بي انا ما ظن يوم مليته هو الروح سميته عباس راعي الغيرة عباس راعي الغيرة فارس مثل الكافل زينب ما موجود يوم البدة وجودة تحول قلب الجود مجنون بحبه وكل لحظة الشوق يزود ما تتوصف لهفة قلبي بلا يحدود حب مجنون حبيته هو الروح سميته عباس راعي الغيرة عباس راعي الغيرة الله جميل ملا ياسر الرادود أو الكاتب الحسيني شلون ينتظر ويتحضر لهذه المناسبات تكلمني شوي عن هذا الموضوع الرادود والشاعر الحسيني. نعم. يعني الشاعر بعد هو المفروض كل الشعراء يبدأون بكتابة القصائد لهذه المناسبات قبل موعد المناسبة يعني بفترة معينة. نعم. الرادود بعد يتواصل مع الشعراء اللي يعني عنده علاقة بهم يوصيهم على فد لحن معين أو يقول له شنو كاتب أنت عن المناسبة الفلانية
يرسل له مثلا، بعد يبقى انا رادود يختار اللحن المناسب للقصيده. ممكن يقدم اللحن هو من يمه، اكو نمط انه يطي لحن للشاعر، واكو نمط اخر لا يعني ياخذ قصيده ويلحنها حسب بعد المقام اللي هو يرتاح له حسب المناسبه. لكن الانتظار لهذه المناسبات هو موجود بالتاكيد. طبعا بالتاكيد، هذا واحد عيد عندنا احنا بصراحه يعني هو يعني ما يقل عن عيد رمضان. بلي عيد شوال، احنا مقبلين ان شاء الله على رمضان، فنسال الله ان يعني نوفق لاداء حق هاي الاشهر العظيمه بقوه الله باذن الله. جهودكم ان شاء الله. الله يبارك فيكم. الله يحفظكم. حبيبي بعد ملي ياسر حركنا يلا وحرقنا شوقا للقراءه لابي الفضل العباس. اها الله يبارك فيك ابو العباس سلام الله عليه. يقول شوصفك شوصفك يا قمر حتى الشعر خجلان، ولسان القلم على الورقه يتلعثم، يلي اسمك شراف يلي اسمك شرف والشرف ما ينقاس، يا روح الشهامه البيك تتوسم، تعنيت الفرات تعنيت الفرات وتدري بيه الموت، قلبك ما رجف بالموت تتحزم، فرسان العرب والله فرسان العرب من المنية تخاف، وانت قبال وانت قبال ملك الموت تتبسم. احسنت ما شاء الله. طبعا احنا اكو فقره كل حلقه نقدمها، هذه نعتبرها هديه للمشاهدين اللي ما قدروا يحضرون هنا في هذه الزياره. تعرف كثير من الناس نعم يعني اللي مسافه اللي مريض اللي يتعذر يعني بعذر يكون ما يقدر يوصل، فاحنا عودناهم المشاهدين نقدم لهم هديه قصيده من اختيار الرادود. تمام. فحب ابد منك ياسر خدمتكم. المهم ما تعبانين اليوم. لا 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 خدمتكم بالعكس مستر. هذه تكون تكون هديه للمشاهدين اللي ما قدروا طبعا يجون لهنا. نسال الله تعالى ان يرزق زياره لكل محروم من الزياره باذن الله تعالى. دائما هذا الدعاء ندعي لانه خطيه الناس البعيدين في قلوبهم والهانه لزياره الامام الحسين، واكو ناس محرومه ما تقدر توصل ان كان اسباب يعني قانونيه اسباب ماديه. ان شاء الله احنا الاسباب عديده، لذلك احنا قناه المهنه خصصنا هذه الفقره لهم هديه. بارك الله فيكم. ياسر احنا عشناها ب الاسبوع اللي قضيناه بجوار السيده زينب سلام الله عليها. بلي بلي اشتياق كان بايام غبير. استشهادها الله رزقنا الزياره هناك كربلاء بها سحر عجيب. أيوة سبحان الله يعني أيوة. اللي يعيش في كربلاء ما يقدر يطلع معدها هاي من تي معدها يعني. ملت تقدر تقول لي احنا اسبوع ما تحملت اشتاقيت يعني المفروض هذا، بس تدري احنا اللي 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 خلي عنده خل اكون صريح وياك، احنا كنا خطائين يعني انا ما اقدر احكي لك بمثاليه على قولتنا مفوله. لا احنا اللي 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 صدق يتحرك شوقا لزياره الحسين سلام الله عليه او ابي الفضل العباس، احد العلماء اتصور الشريف المرتضى. نعم السيد الشريف الرضي اخو الشريف الرضي. نعم. حسب يعني اذا اسعفتني الذاكره بحياته ما زاير الامام الحسين ما يقدر. ليش ما يقدر؟ لا ما كل شيء. شنو ما يقدر؟ اخو السيد الشريف الرضي يعني باي مكان كنت ما اعرف. نعم. ف السيد المرتضى نعم يعني شلون تقول وصلت مرحله بعد بانه لازم يأتي لزيارة الإمام الحسين. بهالأثناء على مود لا أحرق الفكرة والش اسمه وصل خبر للشريف الرضي يقول له بأنه أخوكم سيدنا أخوكم يعني متخربط يعني جدا، شلون تقول على مشارف الموت يعني. قالوا شلون سولفولي. قالوا له يعني اجى زار الامام الحسين عليه السلام تخربط. قال لهم لا اخوي امام مو شو اسمه مو مريض وتريدوني اجي، لا اخوي توفى.
قالوا لا عجيب. قال لهم نعم. قال لهم زين اقدر اعرف شنو يقرا؟ ايش وصلكم عنه؟ توفى بعد ما شاف. اي قبل هذه عفوا. قال لهم شنو كان يقرا؟ الظاهر اكو فد جماعه يعني وياه اللي مرافق. قالوا له ويا ما وصل يعني خلينا نقول قريب شارع القبله بعد ما طاب جوه ها يردد بهذه الابيات: كربلاء لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى. يقول يردد بهذه الابيات. قال لهم قرأ هذه الابيات والله لقد مات. انا اعرف يعني هذا هكذا واحد يتحرك شوقا فعلا للامام الحسين. يعني انا صحيح اشتاق واريد اجي بس يعني ما اكون لك ب بالمثالية العظمى بصراحة. نوبات الظروف هي اللي درجات الظروف درجات مرات الاشتياق درجات أحسن يعني واحد نعم. يشتاق فأكيد نشتاق لأن نحن بجوار سيد الشهداء. بس أنت قلت لي أسبوع أنه بعد اختنقت يعني بعد هاي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله يعطيكم العافية. نبدأ منك مساء ملا هدية المشاهدين. عفوا احنا عبرنا على حقك حبيبي حبيبي بالعكس. يا فطرس حاجتك عد مهدي لي حسين، يا فطرس حاجتك عد مهدي لي حسين، دخل شهري العطايا الاسم شعبان، شمسي حسين باسمان طلعبان، ملائك حفته تنثر لريحان، وجدت افواج عنده تبوس اليدين، يا فطرس حاجتك عد مهدي لي حسين. سأل فطرس شنو صاير يا الاملاك، لجل يا عيد امزينين الافلاك، شنو ببيت النبي وش عدكم هناك، ترى مكسور قلبي ويا الجناحين، يا فطرس حاجتك عد ما اهدي لي حسين. يقولوا لا يا فطريس قوم وبساع نروح أرض المدينة دون الأوساع، كتر مهد الحسين البالفضيل شاع، تعال بدمعتك مد عندك شفين، يا فطرس حاجتك عد ما اهدي لي حسين. انولد ابني البتولة الطاهرة اليوم، مقامه بالعريش مكتوب معلوم، اذا تقصيد له تنزال الهموم، تقر بشوفته هل يا لك العين، يا فطرس حاجتك عد ما اهدي لي حسين. يا فطرس بالحسين تنول الامراد، كسر جنحك تجبره بهاي الاعياد، ترد شامخ مقامك بين الامجاد، ترد شامخ مقامك بابن الامجاد، يخلد هالسبيط ما دام هالدين، يخلدك هالسبيط ما دام هالدين، يا فطرس حاجتك عد ما اهدي لي حسين، يا فطرس حاجتك عد ما اهدي لي حسين. الله ان شاء الله احنا محواجنا عند الحسين عليه السلام ان شاء الله. الله يبارك فيك احسن طابة فراسك حبيبي. قدامكم قدامكم طابة فراسك. وين مله انا ان شاء الله ونحن في رحاب ايام ولادة الاكبر شبيه رسول الله احسنت صلى الله عليه واله وسلم. قول كل آية وكل سورة ترتل بقت باسمك،
سبحانه يرد يخلق شبهنا برسمك من عالم التسبيح تصفن عليك الريح الخالق نحت وجهك شبه النبي برسمك شبه النبي برسمك قمر 14 هل على دنيانا السماء واهل الارض هالليلة فرحانة خلي المفرح خلي يفرحوا ويانا علي الاكبر نزل نور على شعبانا علي الأكبر نزل نور على شعبانا بجمال عيونا الشمس مفتونة بجمال عيونا الشمس مدفونة الغيوم بلونة بقت محتارة القواف بحيرة القلم تعبيرة عجز عن غيره يوصف أنواره يوصف أنواره أنوارك للعالم شعت شبه فرقد والشافك ظل صاف قال النبي أحمد حتى الحمام احتار ردع الشيم الغار يغار الضوء بصفك شبه النبي برسمك شبه النبي برسمك 11 شعبان شع الأكبر بنوره ترك باب العرش جبريل جاي يزوره قرا له قل أعوذ على المهد سوره مو قصة خيال ولا هي أسطورة مو قصة خيال ولا هي أسطورة الحواس الخمسة بمعاجز شمسة محمد نفسه بجماله وروحه بخبرنا العاجل يموت العاذيل ملاك ونازيل على هيئة لوحة على هيئة لوحة بأنفاسك وإحساسك عطر الورد فايح وبخدك وبمهدك حتى الندى طايح ما يتجب لو شال تنزل عليه شلال مني أنا ابتدي بوصفك شبه النبي برسمك شبه النبي برسمك أحسن. القصيدة للشاعر أبو قسور الكربلائي أحسن الله يسلمك شكرا لك حبيبي هذه بعد وصلت هدية المشاهدين مو إن شاء الله خدمتهم إن شاء الله وخدمتهم الله يسلمك الله يسلمك حبيبي الله مثل ما أسلفنا إنه هذه هي أعياد ومثل ما تعودنا إحنا بالأعياد اكو فعاليات هي دائما ما نقوم بها اللي هي زياره الاقارب التصدق الايديه مو مثل ما يقولون شراء بعض الاشياء عندكم عيديه نعم. اليوم لنا يعني طبعا اليوم عيديتكم موجوده خير بارك وهو يسمعنا وعلى اليمن طمنتونا ما اريد اقول اسمها ما شاء الله زين بما انه هذه هي اعياد الله يسلمك وجودكم هو العيد حياكم الله يا حبيبي بما انه هذه هي اعياد شنو رايكم احنا من خلال حلقه اليوم خلينا نطلق فد فعاليه تكون ان شاء الله كل زياره خلي الناس تعمل بيها طبعا من اختياركم انتم كل واحد خلي نسمع رايه شنو رايكم اولا بالمبادره ممتاز ممتاز جميله جميله جدا يلا شنو رايك بالله يا مولاي ياسر والله احسنتم مبادره جيده جدا وجميله و شنو مقترحك يكون شو تقول سنه ان شاء الله يعني مقترحات والله كثيره واحد ما يجي يحسب بالها بس يعني مثلا خلي نقول ابسط شيء انه رب العائله يعني ياخذ عائلته يجي كل مناسبه بكل فرحه بكل عيد مناسبه ميلاد الامام حلو يجي للزياره يعلم اطفاله الزياره بهاي المناسبات يعني أه. اكو ناس ما اخذتهم مشاغل الحياه يعني بلي. نعم. وما مهتمين بهذا العيد يعني خلينا نقول اعياد الرسميه عيد بلي. عيد عيد شوال عيد الفطر المبارك عيد الاضحى نعم. المبارك نعم. يعني اكثر شيء هاي الاعياد الناس تهتم بها يعني هسه مقترحك انه رب العائله يعني اي هذا عيد يعني عظيم بصراحه هسه ما راح يدعوا لك ها ان شاء الله ان شاء الله اكيد بعد راح يطلعون من وراك راح يطلعون خليه يطلعون خليه يجون لا والله يعني انه يعطي عيديه للاطفال يطلعهم مثلا المطعم يشتري لهم يعني يونسهم يحسسهم بالعيد يعني حتى البيت يزينون يعني احسنت احسنت مقترح كله جميل ان شاء الله نعمل به كل احنا ان شاء الله انا راح ابدي في هذا الموضوع طبعا بارك الله فيكم انا كذلك ان شاء الله ان شاء الله مقترحك والله يا حبيبي مثل ما اسلف وتفضل مولى ياسر هذه التفاته جميله نعم.
أنا برأيي يعني أقول للي يزور الإمام الحسين سلام الله عليه في هذه الأيام المباركة يهدي له ركعتين ويزور بالإنابة عن كل من لم يقدر أن يأتي لزيارة الله الإمام يبارك فيك. أحسن. بهذه الأيام المباركة، وأكيد الغريب المغترب البعيد المريض اللي ما يقدر يجو، أكيد شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه قلوبهم معلقة بأهل البيت لأنهم الحبل المتصل إلى الله. يعني هسأتم من خلال مقترحاتكم أكو فترابط صار سبحان الله يعني ما متفق عليه هو أبدا. ملا ياسر قال رب العائلة يجيب عائلته ويجي، نعم أكيد راح يجي يزور بالتأكيد. وأنت نعم. قلت يصلي ركعتين، يعني هي اثنين هنا بواحد صارت مو بالتأكيد. هو راح يجي وراح يصلي الحمد لله أكيد نعم، ويهدي يعني هذه ثواب الزيارة وهاي الركعتين لكل من لم يقدر أن يعني يأتي إلى كربلاء المقدسة. اليوم هو ناس راح تدعيكم خاصة هنا يعني. الله يخليكم. الله يسلمكم. ملا اشتاقنا صوتك. حبيبي الله يبارك. احنا وخناكم. لا بالعكس سامحونا بالعكس. سامحونا الله. احنا نكون مهم ما نثقل عليك. لا بالعكس بالعكس. هاي فرحة وما بعد فرحة. يا الله. روحي بحسين صفت مشغوفة. مساعدة. حب للموت أظل معروفة، روحي بحسين صفت مشغوفة، حب للموت أظل معروفة، يا حسين يا حسين يا حبيبي يا حسين، يا حسين يا حسين يا حبيبي يا حسين، يا الملك عمري وحياتي بيده، العمر من دونك أنا ما أريده، قلبي اسمك دايم بتغريده، ما يمل لو مغرم بترديده، يا حسين يا حسين يا حبيبي يا حسين، يا حسين يا حسين حبيبي يا حسين، يا ولي في قلبي ويا نور عيوني، خلي مجنونك أنا يسموني، هالبشر كلهم إذا لاموني ما يهزوني ولا يهموني، يا حسين يا حسين يا حبيبي يا حسين، يا حسين يا حسين يا حبيبي يا حسين، بيك روحي هايمة ومجنونة، وبيك ذاتي من المهد مفتونة، كل مشاعر عندي لك مرهونة، عجبت أهل العشق وفنونة، يا حسين يا حسين يا حسين يا حبيبي يا حسين، يا حسين يا حسين يا حبيبي يا حسين، بيك ذايب يا المحب من صغري، ولحظة ما عوفك أنا كل عمري، تشهد بحبي نوايب دهري، اللي بيت حيرت وبأمري، يا حسين يا حسين يا حبيبي يا حسين، يا حسين يا حسين يا حبيبي يا حسين. الله 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 الله. أنا يعني مرات أكتب، ما أقول شاعر بس يعني أكتب مرات، ملا ياسر يطلب من عندي أكتب له كذا، بالتوفيق إن شاء الله. فأني قلت الإمام الحسين سلام الله عليه، قلت أنا لا شيء يصريت، خادم يسموني، أنا ما معروف بس بحسين عرفوني، الله الله الله، روحي بي مفتونة، جنته مضمونة، أنا ما معروف بس بحسين عرفوني، حلم عاش بخيال سنين كبرت وهالحلم يكبر، أصيرا خادمك يا حسين
وقبل عتبة المنبار أعرفت هذا الطريق البي طريق الجنة والكوثر. وقلت لو حانت الساعة أجوز هناك على المعبر ما أهاب الحساب ويوم وهواله واسمعي هناك منادي يصيح هنياله. الخادم يعرفونه جنته مضمونه أنا معروف أنا ما معروف بس بحسين عرفوني. اسكنت قلبه وهمت باسمك ملكت إحساسي ويا الروح. يا من صارت يا ابو السجاد تربتك بلسم المجروح وآدم من عصى البار توسل باسمك العلوح ولا الخادم ردت منك نجاتي يا سفينة نوح. يا سفينة نجاتي ومهجتي الهادي ناظرة منك حبيبي حسين ناظرة منك حبيبي تغيظ حسادي. رغم اللي حسدونه جنته مضمونة أنا ما معروف بس بحسين عرفوني. أحسن أنا ما معروف بس بحسين عرفوني. طيب نعم خادم الإمام الحسين عليه السلام وأنتم إن شاء الله الله يكتبكم من خدام الإمام الحسين إن شاء الله يتقبلنا تقبلنا سيد الشهداء إن شاء الله. شنو الموقف طبعا هذا سؤال مشترك شنو الموقف اللي مر على الملا أمير أو الملا ياسر أثناء الخدمة خلاك تتمسك بهذا الطريق وما تركه فد موقف حدث؟ والله يا حبيبي يعني بصراحة هنالك جملة من المواقف بس اللي حاليا خطر ببالي كفت شخص معرفة قديمة يعني كان بهذا خطنا الحسيني هذا الخط المقدس طبعا بشرطها وشروطها مثل ما قال الإمام الرضا سلام الله عليه. هذا الطريق يعني أكيد أكيد مقدس إن شاء الله يعني نكون عند حسن ظن سيدنا أبي الأحرار سيد الشهداء إن شاء الله. الإمام الحسين عليه السلام. فقلت لك يعني كانت عندي فد معرفة بشخص كان بهذا الخط الحسيني للأسف يقول لك العبرة بالخواتيم يعني للأسف اتخذ غير طريق عكس الطريق الأول. أحسنت نعم عكس هذا الخط الحسيني عكس الكذا ف يعني أترقبه أسمع أخباره من بعيد يعني راح انجرف أخذته نفسه الأمارة بالسوء أصدقاء السوء هذه الدنيا اللي شلون تقول مثل ما تقول غرتها بمادياتها بزخارفها بشكلها الكاذب اللي تغر. طبعا كنا معرضين يعني لهذه المغريات احسنتم لهذه المغريات بس يعني ان شاء الله كل من عنده درجه ايمان درجه ثبات. فشفت هذا الشخص يعني جدا تفاجأت حمدت الله وشكرته بانه اني الحمد لله باقي على خطي وهو خدمة سيد الشهداء عليه السلام يعني وخلاني أتمسك بهذا الخط وبهذه المسيرة إن شاء الله. ليس لك غير جيد. أكيد طبعاً هذا يعني طريق الشيطان طريق إبليس. وانت بجوار الإمام الحسين ادعي له. إن شاء الله إلهي بحق سيد الشهداء أن تأخذ بيده. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يسلمك. الله يعطيك العافية حبيبي الله يخليك. هام الله ياسر. أستاذنا الكريم أستاذ مصطفى. حبيبي. موقف يعني والله مثل ما تفضل مواقف كثيره في هذا الجانب يعني وقفات اهل البيت عليهم السلام ما تنعد بصراحه بحياتنا ومواقف اللي تمر بحياتك من
يعني كثير من الزوار كانوا يجون من بعد ما نخلص مراسيم نشيد لحن الاباء يعني ينخونا نسالكم الدعاء ذريه مريض كذا. ف من بعد فتره يجي مثلا اللي ما عنده ذريه يجي مثلا يقول يابا صار عندي ذريه هذا الطفل يكون شايله بايده يعني الله. فيعني في فرحه تكون كلش كبيره انه احنا هذا الشخص ندعينا له. فالدعاء مستجاب الحمد لله والشكر. هسه دعائنا او دعاء غيرنا بس الحمد لله انه حصل حاجته من بعد فتره طويله هو ما عنده ذريه. هاي مواقف اللي تصير مع الاخرين. موقف يعني صار وياي يعني اتذكر بصراحه يعني كانت انا عندي اخويا عنده بنت صغيرة كانت يعني هسه كبرت شوية نرجس اسمها يعني هذه الطفلة مثل الوردة يعني ما شاء الله يعني فوقعت فد وقعة كلش خطرة يعني وقعت على راسها يعني من مكان عالي فما كان اكو احد بالبيت يعني والدها ما كان موجود فاني بعد عمها شلتها وركضنا بيها للمستشفى يعني الطفلة خوف. يعني الطفلة كان يعني مواتة بصراحة يعني مواتة بدون أي مبالغة بصراحة يعني تخيل أنت من علو 4 أمتار تقريبا توقع على رأسها أي يعني ومكان أرض يعني قاسي المهم فقبل للنعاش يعني بصراحة الطفلة قالوا يعني تقريبا إحنا أيسنا بصراحة إنه ماكم فالكل نخينا السيدة رقية عليها السلام هي الطفلة بعمر السيدة رقية كانت يعني عمرها ما يتجاوز 5 سنوات تقريبا فببركة السيدة رقية وحلفناها بالحسين وجاها عند الله اي الحمد لله والشكر بالعالمين يعني الطفلة الحمد لله بدأت تتحسن شوي شوي من بعد ما انه احنا ايسنا بصراحة يعني حتى الاطباء كانوا ما يبشرون بخير يعني من بعد 2 أو 3 بالانعاش الحمد لله والشكر استعادت عافيتها وصحتها والان هاي يعني المواقف تزيد كثيرة كثير يعني كثير بس هذا صار وياي واتذكره بصراحة والا هو كثير مواقف بصراحة فنسأل الله انه الحمد لله يعني نشكر رب العالمين على انه احنا من شيعة محمد وآل محمد شيعة امير المؤمنين ونسأل الله الثبات على ولايته ان شاء الله طريق الرادود الحسيني يكون اختياري لو فطري اولا اختياري او فطري بالتاكيد هو رزق هذا انا اشوفه رزق احسنت نعم هذا رزق فعلا رزق اي هذا رزق لهذا الحمد لله والشكر اللي ملكه والله فهو الرزق هم لازم واحد يحافظ عليه يعني وإذا تكلم هذه القصة لازم بلي رزق فالأرزاق تقسم والحمد لله احنا شملتنا عنايات المولى أبو عبد الله الحسين نسأل الله أن يتقبلها مع عنا الخدمة هذه اللهم امين يمكن شوي احنا اشتاقين الصوت مو اي والله يا ريت خادم يلا مخدوم اذكر الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف أقول العالم بالعالم بأجمع من جبال من سهلة العالم بأجمع من جبال من سهلة سهلة هل مدمع بغيبتك لا تعتقد سهلة سهلة يا المهدي طحنا بعسور صعب العسور سهلة سهلة دين النبي تولت أهل المفاسد فرج الصدق أصبح كذب والستر أصبح فرج قل لنا يا ابن الحسن والله قل لنا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ساعة يمتى الفرج الفرج مو حتى من الصبور ما المسجد السهلة طبعا هذا الزهيري يعني اهدي الى روح خادم الحسين وصاحب هذا يعني هذا الزهيري الحاج المرحوم رشاد جليل بقلي الحلي احسنت الله يرحمه الله يرحمه الله يعطيكم العافيه تحب تكمل القصيده يلا كمل كيف. يعني شفتكم حذر نفسك زين اها اي بلي بلي اي قول احلى عشق مربينا يا المهدي يا والينا احلى عشق مربينا يا المهدي يا والينا يا المنتظر
يا المنتظر يا المنتظر. احنا نساعد مثل ما ساعدنا اكيد بالتاكيد. يلا كون اتذكر اللحن. احلى احلى عشق مر بينا يا المهدي يا والينا، احلى عشق مر بينا يا المهدي يا والينا، يا المنتظر يا المنتظر يا المهدي يا والينا، يا المنتظر يا المنتظر يا المهدي يا والينا، احلى عشق مر بينا يا المهدي يا والينا، احلى عشق مر بينا غيرته يا المهدي يا والينا، يا المنتظر يا المنتظر يا المهدي يا والينا، يا المنتظر يا المنتظر يا المهدي يا والينا، احلى عشق مر بالمحيب احلى غرام الصار، عاشرنا بالذرب المهد غذانا واحنا صغار، عذالي من هذا العشيق محتارة من تغار، منعوف حبك للأبد يا وارث الأطهار، يا وارث الأطهار بدم القلب شارينا، يا المهدي يا والينا، يا المنتظر يا المنتظر يا المهدي يا والينا، يا المنتظر يا المنتظر يا المهدي يا والينا، شط العشق روحي شط العشق روحي رست يا المهدي محتارة، وبحور شوق بهالعشق تدريها تجارة، تدري الدمع يا سيدي ما سكنة تنهارة، تدري اللي يحب يا المنتظر مفضوح اسراره، تدري اللي يحب يا المنتظر مفضوح اسراره، تفضح دمعة عينه يا المهدي يا والينا، يا المنتظر يا المنتظر يا المهدي يا والينا، يا المنتظر يا المنتظر يا المهدي يا والينا. للشاعر موسى البديري. احسنت احسنت الله عليك. الله يسلمك. ها بالله استاذ العزيز حبيبي خدمتكم نقرا لكم ان شاء الله. الله يسلمك. انا خادم انت بعد فد هوستين ثلاثه انا يلا احنا المسات شو استقناها. يلا يلا اول من ولد عباس يتلفت يمين يسار، أول من ولد عباس يتلفت يمين يسار، أمه احتارت بأمره ما تدري الجرى والصار، صاحت وين أبو الحسنين ما أدري إيش صابه المغوار، لما عاينت بسم وقال لها علي الكرار، عالراية يدور راعيها عالراية، يدور راعيها عالراية، يدور راعيها عالراية. أنا قلت وصل وصل للمشرع العباس، وصل للمشرع العباس نعرف السيف المجرب، همس بذن النهر حاجايا نهر العلق متقرب، اشتضن ساق العطاش يريد من مايك جاي يشرب، ونذل الماي بكلماته ونذل الماي بكلماته ونذل الماي، تطلق امه تطلق جابت العباس، ايه علي ايه جابت غيره والله وتضحيه واحساس، بجفوف القمر للخوة دق الساس، اي بجفوف القمر للخوة دق الساس، اي بجفوف الخوة موافيها، بجفوف الخوة موافيها، بجفوف الخوة موافيها. صعد صعد صوت البرق من جابه والعباس،
والله صعيت صوت البرق من جابه والعباس اشوف حسين يمه ونثر بالياس جابوا لهدي جفوف وياهن درع والطاس والكافل باسو هذراعه والكافل باسو هذراعه والكافل احسنت الكادر حركته ما شاء الله جاب الراي ابو الحسنين جاب الراي ابو الحسنين قبال القمر خلاها الله الله هودر واستقر عباس حين بعينه شافاها رادي جربه داح الباب اجا وقباله نواها ابو فاضل بلهفه وشوق مد شفه وتلقاها وقال لها فديك بشفيني قال لها فديك بشفيني قال لها فديك بشفيني قال لها فديك ما ناس القمر حاشاه اخوه حسين وعضيده توافقون الراي الهوسه لابو فاضل يعني لها في الطعم خاص اكيد 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 ما ناس القمر حاشاه اخوه حسين وعضيده ولا ما شال كف الماي هو الماي باسيده الله وما راد النهر عباس وما راد النهر عباس النهر عطشان ويريده وتروى من جفوف الغيرة وتروى من جفوف الغيرة وتروى هلا غيرة وتروى إذا زينب تمر عليه وين تروح راسه يدير يفرح لو اجت يمه من مهده يريد يطير اخته وصاحب الغيرة كفلها وهو كان صغير واليومك متكفل بيها واليومك متكفل بيها واليومك متكفل ذكر زينب ويا ابو فاضل خاطبت ابو فاضل قلت له بيجروح كلف اليوم اداويها ويزول الهم حضرتك بس اطب ليها والله بيجروح كلف اليوم اداويها ويزول الهم حضرتك بس اطب ليها امشي عليك زينب حاجه تقضيها والله امشي عليك زينب زينب حاجه تقضيها مقضيه بعباس الحاجه مقضيه بعباس الحاجه مقضيه اللهم اقضيها حاجه كل محتاج محمد وال محمد الله يسلمك بارك الله فيك ياسر عندك خوسه بعد لو نختم لا والله كملنا حياكم الله شكرا لك الله يبارك فيك استاذ العزيز الله يبارك فيك ما قصريت و الله يحفظكم كان لقاء ممتع حقيقه اي والله شوفتكم الوجوه الطيبه هذه الكادر العزيز الله يحفظكم جميعا ان شاء الله الله يسلمك دعواتك الله تعالى ان يعيد علينا هاي الافراح والخير والبركه بخدمه اهل البيت امين يا رب اجمعين ان شاء الله في سفينه الحسين عليه السلام باذن الله تعالى اهلا وسهلا الله يبارك فيكم الامير شكرا لك تاج راس يعطيكم العافيه حبيبي لا خادمكم معود صدق شديد الله يسلمك شكرا لك نسلم من الله الحسين الموفقين لكم يعطيك العافيه اللهم لا يحرمنا ولا يحرمكم هذا الشرف العظيم خدمه سيد الشهداء عليه السلام الله يسلمك شكرا لكم ما قصرتوا العافية شرفنا وايضا اشكر لكم مشاهدينا ومشاهدي قناه المهدي الفضائيه ان شاء الله نكون وياكم بحلقات اخرى كما اشكر الكادر المميز على هذه الجهود المبذولة نلتقيكم إن شاء الله وحلقات أخرى في أمان الله شعبان هل علينا علينا هل علينا علينا شعبان هل علينا